مناسبة هي طبعا أكيد هي مؤلمة لكل عراقي، لأن مرينا في مأساة كبيرة ولحد الآن 20 سنة ولم نحظى كل اهتمام من قبل وعود القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية عفوا. للأسف الشديد عندما بدأت 2003 واحتلال العراق أو الدمار الذي حل، وهي بأن هذا الدخول هو دخول غير شرعي وغير قانوني حتى بدون موافقة الأمم المتحدة، فبدأت الديمقراطية التي أوعدونا بها ستجلب الخير والنعيم إلى العراق، فأصبحت الديمقراطية هي وباء أكثر على العراق. هم السبب الأول والمباشر للاحتلال الأمريكي، لولا هؤلاء وعمالتهم، أنا أقول عملاء، كانوا للأمريكان وللسوفيت ولغيرهم، وسببوا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الخراب والدمار اللي سرطان الاحتلال اجى سرطان، وما خلفه كان أسوأ بكثير، والدليل ان هؤلاء كانوا أسوأ من حكام الجمهوريين. من النظام البائد لحد الان هذا النظام، اريد نتامل خير، نشوف اعمال، نشوف يعني واحد يتحرك، كل شيء ما شفنا بحياتنا، بس القتل والسلب والنهب وكل شيء ما شفنا، بطاله وكل شيء ما شفنا من هذا النظام.